السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الموقع ده مخصص إن أنت تبيع وتشتري البرومت للدال إي، للجي بي تي، لميدجورني، لستيبل ديفيجن، لشات جي بي تي، أي موقع من مواقع الذكاء الصناعي اللي بيكون لي نصوص أو بيكون لي صور. الأغلب صور، لكن الاتنين موجودين. ممكن أنا أكون عملت صورة وفي برومت معين، فبقول له أنا عايز أبيع البرومت دوت، وممكن تلاقي ناس كتير بتشتري. هو الاسعار هنا بتبقى من 3 دولار 4 دولار 5 دولار متوسط، لكن لو بعت مثلا 20 30 100 هترزق يعني ان شاء الله، بالذات لو انت عامل شويه صور كويسه فممكن تكون معروف بالاسم. فممكن تبدا مثلا ايه، تعالى احنا نشتري كده حاجه، هنلاقي ده مثلا ده عجيب مثلا التصميم دوت، فبيقول لك بيوصف لك التصميم دوت وبيقول لك لو انت عايز تحصل على البرومت دوس بس جيت برومت وهو هيبقى شيل. طيب عايز انت تبيع، هتقول له سيل، وتقول له هو بقى بيشرح لك ازاي تعمل البرومت، بيقول لك ان انت ممكن تكسب فلوس كتيره من القصه ديت. سيل برومت، هتبدا تعمل حساب، سواء تدخل بجوجل او تعمل اكونت وتدي له البرومت وتدي له الصوره، هو بيخزن البرومت مش بيعرضه قدام الناس، ويخلي في فرصه ان حد يشتري البرومت ده. وفي حاجة بقى اسمها هاير. هاير يعني ايه؟ يعني انا بقول له ان انا عايز اتفق مع حد يعمل لي برومت، تمام؟ يعني في حاجة سبيشال مش لاقيها في الموقع، فبقول له انا عايز اجر حد، فبيقول لي هو في ناس كتيرة، دي اسامي الناس، مثلا تعالى نشوف الاخ دوت اهو، فبيبدأ يديك ان ده توب سيلر، ان ده في 2000 واحد عجبهم الحاجات بتاعته، في 44 واحد شافوا البروفايل بتاعه، بيبدأ بقى يوريك الصور. فلو انت عايز ممكن ان انت تتصل بيه وتتفقوا مع بعض يعني، وممكن انت تعرض الخدمات بتاعتك على الموقع بحيث اي حد عاجبه التصميم بتاعك يبدا يتواصل معاك، لان الموضوع مربح وناس كتير جدا بتدور على حاجه زي كده. طيب تعال نشوف بقى نشوف بعض الامثله للحاجات اللي موجوده في الموقع. ده الحاجات المنتشره، مثلا ده حد كاتب حاجه معينه بشات جي بي تي اهوت، بيوصف لك بقى في برومت موجود اهوت، تمام؟ بحيث ان انت بس تحصل على نتيجه معينه، سي في معين وهكذا، فبتبدا تدفع فلوس مثلا 2 دولار 3 دولار في مقابل ان تحصل على سي في كويس يزود فرصك في الشغل. دي حاجه هتبقى كويسه. دي مثلا حاجات خاصه بالستيبل ديفيجن، تمام؟ هنا مثلا 4 دولار 4 دولار 4 دولار تقريبا كله 4 دولار. فانت ممكن ان انت تتفق مع حد يعمل لك تشتري انت البرومت منه، او تعمل هاير لحد يتأجره، او انت بقى العكس عندك حاجات تصميمات حلوه، شفت ناس كتير عرب عاملين حاجات حلوه فممكن تتفق معاهم. هو انا مثلا بقى لوجو، في جرافيك ديزاين، في برودكتيفيتي اند رايتنج، في ماركتنج اند بيزنس، في فوتوغرافي، كل الحاجات ديت هو زي ما بتقول سوق بيبقى بسيط. في حاجات زي ما انت شايف ب 8 دولار، وفي حاجات اغلى بكده بكتير، تمام؟ فانت لو عرضت الحاجه بتاعتك و 2 دولار ده ممكن لما تحوله من مصر يطلع مبلغ كويس، وبالنسبه له بتبقى حاجه بسيطه خالص اللي هو في امريكا واوروبا، فتلاقي الموضوع سهل جدا وبسيط. المهم الجوده، الكواليتي بتاعت الصور بتاعتك تكون حاجه عاليه.